اللي هو اسم بالكتاب اصعد بسيارتك اصعد بسيارتك اخذ بصي يلا حجي يلا حجي روح حجي راح يمس السياره والله اجراءات زينه ومنتشرين المرور والحركه طبيعيه. جبت وجبه من الايمن على اليسار ما قالوا لي شيء، ما اربع خمس عوائل جبت عادي يعني مفتوح الطريق. يعني بالنسبه لكم يعني تأيدون حضره التجوال؟ والله اكيد نأيد حضره التجوال لان لحد هاي اللحظه الاعداد على تصاعد بالعراق، فلو مستقره ف 10 ايام 8 ايام عادي ماكو اشكال، بس الاعداد على تصاعد ف من مين هذا الحضر التجول؟ والله تعاملهم حيل زين ويانا. نعم. ايه ما يعارضون احد، واللي عنده حاله طارئه يطلع عادي. اذا جنتكم مواطنين تأيدون يعني حضر التجوال؟ اي نعم. شلون ليش ما نحن نأيده؟ نعم. لازم نأيده، يعني هاي حاله يعني خطره مو. نعم. ايه خطره، حاله خطره لازم نأيده. اذا زين انت وين كنت؟ والله بالمستشفى بلا حدود. بالمستشفى. ايه حاله ولاده عندنا. لا ساعده والله، رحت وجيت وقلت لهم حاله وما عارضوني. والله الاجراءات ما اخذينا بصحيح، يعني متحافظين على المواطن، مسوين منع تجوال هالشكل من صالح المواطن هذه. يعني انت كمواطن ما حضر التجوال؟ انا لا ما انضوج من هالشكل، هذا من صالح الكل هذه.